اللي قبل أن أعود للأستاذ أحمد هنا، البعض يقول لك أنه الأمريكان يحاربون بالأوكرانيين، يعني منذ انطلقت الحرب وتورطت روسيا يقول البعض ويطرحون وجهة النظر هذه أنه الأمريكي يريد القتال ضد الروسي بآخر مواطن وجندي أوكراني، والآن ربما يستدلون أنه انظروا إلى كمية السلاح، نوعية السلاح بالتحديد الأمريكي الذي تزود به أوكرانيا لا يحسم الحرب، لا يقلب الطاولة في الميدان لمصلحة الأوكرانيين. إذن أمريكا تريد استنزاف الطرفين وإطالة أمد المعارك إلى أقصى وأبعد وقت. يجب هنا أن نستوعب نقطة هامة جدا، أن أوكرانيا والشعب الأوكراني والجيش الأوكراني والقيادة الأوكرانية تدافع عن بلدها، هي ليست أداة بيد أي طرف، وإنما بسبب نجاحاتها العسكرية بالأسلحة البسيطة التي كانت تملكها مضادات. لماذا يا دكتور بالأسلحة البسيطة؟ لماذا لا يتم تزويد أوكرانيا بأسلحة نوعية تقلب الطاولة على الروس بشكل كامل؟ هذا هو ليس السؤال، وإنما نحن بحاجة الآن إلى وقت فقط. الآن تم تزويد أوكرانيا بمدفعية الهاوتزر بعيدة المدى التي يصل مداها إلى 46 و60 كيلومتر، وهذه المدفعية تتفوق على المدفعية الروسية، هذا من ناحية. أيضا تم تزويدها بالعديد من النوعيات من المدفعية التي كانت سابقا ممنوعة على الجانب الأوكراني، لأنهم كانوا متوقعين أن الجيش الأوكراني سوف ينهار ولن يستطيع المقاومة، ولكن عندما آمن العالم أن بإمكان أوكرانيا الصمود، ليس فقط الصمود وإنما أيضا الانتصار في هذه الحرب، جرى تغيير استراتيجي في الدعم العسكري لأوكرانيا.